وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي نشروه نجوم الكورة سواء في مصر او على مستوى العالم على صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا. ونبتدي مع ذكرى تأهل مصر لكأس العالم اللي فات روسيا 2018. هنبدأ بمحمد صلاح اللي نشر على تويتر فيديو ضربة الجزاء في ماتش الكونغو واللي طبعا تأهلنا بيها لكأس العالم روسيا 2018، وكتب عليها 28 سنة 100 مليون مصري، الذكرى الأولى لا يمكن أن تعبر الكلمات عن الشعور بالمساعدة في تلك الفرحة لشعبي. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه فيديو من ماتش الكونغو وكتب الذكرى الأولى لأعظم يوم في مسيرتي الكروية حتى تتكرر قريبا إن شاء الله. كمان نشر عمرو وردة صورته على الانستغرام بتيشيرت منتخبنا الوطني الاول وعلق عليها وقال هذا وقت المنتخب الوطني. طبعا زي ما احنا عارفين ان معسكر المنتخب بدا امبارح خلاص استعدادا لمباراتي سوازيلاند في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. كمان نشر علي غزال على تويتر صورة لي مع فريقه فانكوفر وايت كابس وكتب التوجه لمصر بعد انتصار جميل مع الفريق. كمان نشر رمضان صبحي صورته مع سعد سمير وكتب عليها أخويا. نروح بقى للإعلان عن المرشحين لجائزة البالوندور واللي تصدر هاشتاج تويتر. نشرت صفحة ليفربول الإنجليزي على الفيسبوك صورة لمحمد صلاح بعد إعلان ترشيحه للبالوندور وكتبوا ها قد وصل الملك المصري محمد صلاح ضمن القائمة المرشحة للفوز بالكرة الذهبية. كمان الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على تويتر كتبوا الفرعون المصري محمد صلاح ضمن 30 مرشح أعلنت عنهم مجلة فرانس فوتبول لجائزة البالوندور. كمان كتبت صفحة باريس سان جيرمان على تويتر عن نيمار لا يمكن أن يكون لديك قائمة للبالوندور دون نيمار الذي هو أيضا واحد من المرشحين. كمان عن دخول لاعب كيليان مبابي ضمن القائمة المرشحة للبالوندور كتبت صفحة باريس سان جيرمان تستمر الترشيحات في انضمام كيليان مبابي اللي تأهل أيضا المنافسة النهائية على جائزة كابا واللي بتمنحها فرانس فوتبول لأفضل لاعب تحت 21 سنة. نشرت كمان صفحة برشلونة على تويتر صورة فيها اللعيبة المرشحة من النادي وصفحة ريال مدريد كمان نزلت فيديو عن لعيبة أو لعيبة الفريق المرشحين لجائزة البالوندور جاريت بيل وفاران وإسكو وبنزيما وكورتوا ومارسيلو وراموس ومودريتش. كمان صفحة اليوفنتوس نزلت صورة لرونالدو وماندركيتش مع بعض وكتبت رونالدو وماندركيتش مرشحين لجائزة البالوندور لعام 2018. كمان هنت صفحة توتنهام على تويتر حارس مرمى الفريق هوجو لوريس على ترشحه لجائزة البالوندور. بعيدا بقى عن البالوندور نروح لصفحة الفيفا اللي كتبت على تويتر الأولاد ال 12 اللي كانوا محبوسين مع مدربهم في كهف في تايلاند لعبوا امبارح أو أول امبارح مباراة ودية ضد فريق شباب ريفر بليت الأرجنتيني على هامش افتتاح دورة أولمبياد بوينس آيرس 2018 وسط ترحيب كبير جدا وتسقيف من الآلاف اللي حضروا الحدث ولحد متحقق طبعا حلمهم في إن هم يكونوا لعيبة لفريق كرة قدم محترفين. اخيرا نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو لاحتفال نيمار ومبابي بعد فوزهم على ليون 5-0. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه.